انا معايا كيلو سمك فيليه وهنا تقدروا تجيبوا اي نوع، انا جايبه قشر بياض فريش، عايزين مجمد تمام، عايزين في بقى انواع في المجمد كتيره جدا جدا تقدروا تختاروا منها، وفي الفريش كمان تقدروا تختاروا ما بين انواع كتيره. معايا ملح، فلفل اسود، كمون، وجنزبيل مفروم، معايا كمان ثوم مفروم وزيت زيتون. هكمل، بقدونس مفروم، كزبره مفرومه، وليمون، عصير ليمون. ده اول جزء في التتبيله. طب الصوص بقى بتاع السمك ده عباره عن ايه؟ انا عايزه اعمله طاجن في الفرن. معايا عصير طماطم، صلصه طماطم او طماطم بيوريه ايا كان اللي تحبوه، ثوم مفروم، زيت زيتون، معايا كمان زيتون اسود وزيتون اخضر شرايح، ودي خطوه اختياريه ولكن صدقوني بتدي طعم لذيذ جدا جدا، وشرايح الليمون علشان تستوي كده مع السمك بتدي طعم وشكل لذيذ. وانا شخصيا بحب اقدم الطاجن ده مع رز. شوفوا انتوا عايزين تقدموه مع ايه، تقدم مع رز ابيض، يتقدم مع رز سمك، بحب الحاجات اللي فيها صلصه نقدمها مع رز ابيض. اول خطوه هي اننا السمك الفيليه ده ايا كان الكميه اللي انتوا جايبينها هنقطعه على عدد افراد الاسره. طيب تعالوا، على فكره السمك من الحاجات اللي لو واظبنا ان احنا ناكلها، ما بقولش مأكولات بحريه، بقول السمك اللي هو ايه يعني ابسط حاجه فيهم في طريقه طبخها، هيفرق جدا في صحتنا، هيفرق في الذاكره، هيفرق في الفيتامينات بالذات فيتامين بي، هيفرق في الاوميجا، هيفرق في حاجات كثيره جدا، فكله دهون صحيه مغذي. عارفين اول ما ابتدينا بالهنا والشفا هوا كنت مستنيه من كل تليفون سؤال او معلومه، وبعدين لما يجي لي تليفون ما فيهوش سؤال ببقى يعني طب اسالكم انا، طب بعدين بعد شويه لما بقيتوا تكلموني كتير وبقى في ود وعشره بينا، بقيت انا مش عايزه اي حاجه، تكلموني ونسلم على بعض، وبحس ان هدف المكالمه هو ان احنا فعلا نسلم على بعض. يعني دي حاجه لذيذه جدا منكم وبتفرحنا احنا كلنا هنا جدا جدا. بصوا احنا قطعنا السمك وحطيناه في الطاجن اللي هنشتغل فيه، تعالوا نتبله. ابسط تتبيله سمك في الدنيا ممكن تتبلوها هي، انا جدتي كده كانت تحفظها لي زمان، توم وكمون وليمون ملح وفلفل. تاني، توم وليمون وكمون ملح وفلفل، دي تتبيله السمك البسيطه المصري اللي هي ايه ما فيهاش اختراعات، فاحنا ده اللي هنعمله دلوقتي مع بعض. بصوا بقى احنا عملنا ايه، انا جبت هنا عصير الليمون، حطيت عليه التوم الفريش المفروم والكمون والملح والفلفل. طيب طبعا الكمون احنا بن يعني ايه بنحطه نبقى كرمه شويه فيه. انا كده تبلت السمك بتاعي. طيب خلصنا تتبيله السمك، تعالوا نبتدي نعمل الصلصه. الصلصه عباره عن ايه؟ تسبيكه، بس انا بدل ما احط توم بس، توم وصلصه وعصير طماطم، هزود معاهم جنزبيل وهيدي طعم لذيذ قوي، ومش هحط غير ملح وفلفل على التسبيكه دي. طيب لحد ما الطاسه تسخن انا تبلت السمك صح، اتاكد انه التتبيله دخلت في كل حته كده. طيب تعالوا نحط دي كده. طيب وايه نحط بقى شويه زيتون اخضر، شويه زيتون اسود، شويه بقدونس، كزبره، خضره، الخضره اللي تحبوها كده. كده كل ده هيتحط عليه دلوقتي صلصه، وايه هيبقى كله جوه كده. تعالوا ناخد لنا كمان شويه شرايح ليمون لذيذه. اهو انا بحبها بصراحه، بحب احطها تحت السمك كده. بصوا يا جماعه انا عملت ايه، انا شوحت معلقتين زيت زيتون كبار، ثوم، جنزبيل مفروم او قطع، فريش بس اهم حاجه، على فكره مفيش فريش مش اخر الدنيا، ملح وفلفل. وفكره انه في بعض الناس بتحط معلقه سكر، يعني انا ايه ما بفضلهاش وما بحسش ان في مراره ولا في اي حاجه في عصير الطماطم وصلصه الطماطم. ابتدوا ياخدوا غلوه، هنزل عليهم بصلصه الطماطم وايه هسيبهم يتسبكوا دقيقه واحده. اول ما يبتدوا يغلوا، خلوا بالكم هما لسه هيدخلوا الفرن، تعالوا بصوا بصه على طاجن السمك لغايه ما ايه الخليط اللي عندي ده يتقل. بصوا
شايفينه جوه؟ ابتدى ايه يقول اهو يغلي. بصوا